بقول لكم ياسر مدير شركه ومعروف يبحث عن وظيفه، فيقترح عليه جبر ان يذهب الى ياسر يتوظف، ويقترح عليه انه صديق قديم ويحاول يذكره باسلوب كوميدي، وياسر لا يتذكر طبعا. يعني انا اضحك عليه ان هو صديق قديم؟ انا هقول لك اعمل كده، انا هقول لك اعمل كده. وهو فعلا هو مفيش صديق ولا حاجه، انت بتضحك عليه يعني. اوكي يلا قفل توريت تبع عبد الله. زكريا انا جايب لك شغل، جايب لك شغل. بدور مش لاقي، انا خلاص جايب لك شغل. بس حد يروح شغل بالشكل ده؟ عمره ما هيبقى له. اقلع الطاقيه، مفيش في جيبي. سيبها، مفيش في جيبي ولا مليم. انا هقول هتروح الشركه بتاعت واحد اسمه ياسر كانلوني الزنكلوني. ياسر كانلوني الزنكلوني ده اسمه كده. حلو. انت هتقول له انك صاحبك من ايام ما كنا في المدرسه. انا اقول له ان انا صاحبك، واقعد تفكره بحاجات ما حصلتش. حصلت. هيشتغل. هو هيشتغل، بس الطقم ده مش هيشغل. بس ماكش عب الطقم كانه مش موجود دلوقتي. السلام عليكم استاذ ياسر الزنكلوني الليوني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا ياسر ده؟ مش تقوم تسلم على صاحبك يا اخي؟ ده احنا عشره عمر. معلش عشان بس عندي شغل. وفي صاحبك، انا صديقك من ايام الروضه. مش فاضي والله، انا راجل عملي. يا ياسر، ياسر الحضانه. ياسر لما كنا بنخرج سوا. الحاجات دي ما بتاثرش فيا، خش في الموضوع. لا ياسر، فاكر لما كنا بنروح انا وانت واحنا بنخرج من الحضانه نشتري حاجات، مشروبات غازيه، ونشتري ساندوتش كده ونقعد ناكلها، انت تقعد ترمي العنب على الناس في الشارع. فاكر يا ياسر؟ والبذر بتاع العلب الاحمر. انت لا مش انا، كنت انا ده كان الحضانه اللي جنبينا. ايوه فاكر لما كنا بندوس على زرار الاسانسير، الاسانسير ينزل. فاكر؟ افتكرت صح؟ ده كان اخويا الكبير. يعني طب قول لي ذكريات اكثر دقه لو سمحت. بقى هتفتكر دي. فاكر مره دخلنا نتفرج على شاشات عرض كبيره كده، وانت رحت لافف من ورا ياسر؟ لا خلاص ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش، ما تقولش. افتكرتك، افتكرتك. اهلا اهلا زكريا. ايوه ازاي؟ ايوه بس احسنتوا يا اساتذه، ما شاء الله. انا لو سبتكم لحد الصبح هتفضلوا تقولوا ما شاء الله عليكم. فين كان معانا واحد انا اهو ورا؟ الممثل الاول غني. حط ايدك، حط ايدك. غني يا ابني. فين ده يا المنظر ده؟ ده فلاح. وينشد وصوته وحش. لا يا راجل، بينشد وصوته وحش. والممثل الثاني بيمدح صوته علشان في مصلحه ما بينهم. منافق. سوري، عذرا. والممثل الثالث صوته حلو، عايزك تسكت باي طريقه، وما يعرفش اللي انت غني. وبعد كده بيكتشف بعد كده اللي انت غني، وبرضه ايه يمدحك وما اعرفش. بعد شويه كده كلهم بيقعدوا يطبلوا في يعني بعد شويه يعني بعد شويه حلوين. ينفع اقول ايه يعني؟ اقول ايه؟ انشاد ده تمام، انشاد جميل يعني. واخد بالك ازاي؟ والاستاذ زكريا صوته ايه؟ لا يطاق. المفروض انه لا يطاق. يلا دي طبعا توريطة جنى. يلا بينا توكلوا على توريطة جنى. اسمعني حاجه بقى يا باشا. اسمع بقى، اسمع بقى، اسمع ان صوتك يسلطن. يوه يسلطن قوي. ليلي يا ليلي يا يا ساتر. الله 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 الله، عبقري. ليلي يا ليلي يا ليل. ايه ده؟ ايه ده؟ مرة قابلت جبر. طيب انا كنت ماشي في الشارع قابلت انت جبر. انت انت صوتك بلبل. بلبل يا حبيبي. لا ملوش لزوم، انا بقول لك رايي. ايه يا عم الصوت ده؟ انا بقول لك رايي. ده ما بيعرفش يغني اصلا. ده صوتي غني. ايوه ده صوتي غني، افهم. كنا في الشارع وماشي. لازم تقول له حلو في الشارع. كان يوم ساقعه. لا 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 لا، غني لي الاغنيه الثانيه اللي انا بحبها بقى. ممكن تعيدها كده؟ ممكن تعيدها. سمعت الاغنيه اللي انا بحبها. اسمع دي، اسمع دي. طب اسمع. طيب ليلي يا ليل. الله. بس هو ما بيقولش غيرها. ده احسن مطرب في القرن العشرين. لا لا منشد محظوظ. اسمعوا ليلي يا عيني. ولا ده منشد عظيم. لا لا لا، غني لي اللي انا بحبها. اللي هي انشد لي اللي انا بنشدها. اللي هي ايه؟ المنشوده اللي هي اللي انت بتحبها دي. المنشوده اللي انا بحبها. الانشوده. الانشوده. الانشوده اللي انا بحبها هو كمان. يا سلام. طب ايه بقى؟ كمان بيحبها. صوتك كلنا بنحبها. يا ابني يا ابني الدبانه تلم. انا صوتي حلو بس انا مبوظ. انا صوتي حلو بس مبوظ عشان اقعد توريط. اقعد بقول لك اقعد. طيب يا شباب، في توريط، في حد بيعرف يتكلم سعودي؟ فلوسي فلوسي. ياسر طبعا. زكريا فلاح. زكريا فلاح بيعرف يتكلم سعودي. قول لي جمله وانا اقول وراها. طيب خلينا ايه، خلينا شلونك؟ طيب شلونك؟ الحمد لله. طيب في واحد اهو. شلونك؟ شلونك؟ شخبارك؟ طيب يا شباب عشان شخصيه رائد شرطه. ايوه
والمتهم في جريمة الدور الأستاذ محمد جبري هو المتهم في جريمة ورائد شرطة مشهد أكشن لحظة القبض عليه ويدور حوار ما بينهم وانت اللي هو المقتول لا مقتول إيه اللي هو الغفير أو اللي هو رائد شرطة وإيه تاني؟ رائد شرطة ومساعد اللي هو الغفير هم سعوديين؟ لا 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 عادي عادي انت هو أمين شرطة يعني مخبر قبضوا عليه ليه بقى يعني بس بمشهد كوميدي كده في اكشن وبتاع كوميدي اكشن في جريمه ايه جريمه يلا يلا دي اريان محمد هي اللي اقترحت الاكل التوريط المجرم العسكري تمام يا فندم اخبار حسين محمد اتفضل يا ولد خش على سياده البيت اقعد ايوه يا ابني اقعدوا يا فندم قاعد ايه هو واحد صاحبي جايبه لي اوقفه يا سيبه واقف حط الكلبشات في ايده حط الكلبشات في ايده ما عملتش حاجه انا مجرد مجرم يعني مجرد مجرم يعني انا ما اجرمتش ايوه انت جاي تعترف انا اجرمت في الجريمه لكن ما اجرمتش في الحياه عملت ايه يا انا عايز اهرب على فكره كل الشهود شايفين اقعد يا رب اقعد والبيبي يكلمك يا رب وكل الادب يا سبت لك اكشن 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 اهو اكشن اقعد يا ولد اكشن كوميدي ولا ايه الكلام اقعد اكشن كوميدي ازاي اقعد اقعد قال لك اكشن 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 كوميدي ولا اكشن هيقوم يضربنا في المغفر يعني ولا انا مش فاهم والله يا استاذ احسنتم ما شاء الله عليكم الجلابيه ونزل يلا معلش يا استاذ زكريا احسنتم واجدتم وما شاء الله عليكم يعني اساتذه كبار استاذ محمد جبر نورتنا النهارده الاستاذ زكريا الاستاذ ياسر زنكلوني سعداء جدا 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 ان احنا كنا معاكم النهارده ونرجو ان احنا نكون يعني قدرنا نوصل لكم اي فكره او اي معلومه او اي هدف سامي نقدر نوصله في اي لحظه من المشاهد اللي احنا بنعملها وشكرا ماريا سهلي علشان المشهد اللي انت كتبتيه وشكرا فريق الاعداد اللي ظبط وشكرا الاساتذه اللي ارتجلوا علشان المشهد يطلع بالمنظر ده والحلقه كلها تطلع بكده وشكرا ليكم وان شاء الله نشوفكم في حلقه قادمه من برنامجكم سيناريستا على الهواء سيناريست على الهواء الابداع يا ناس لبناسه وانتم يا جمهورنا اساسه شاركونا بافكاركم يلا يلا منتظرينكم على الهواء سيناريست على الهواء